اسمي ناجح خيري عياد، فاتح مصنع التمساح لتشكيل المعادن. عصرنا ترابيزة وكرسي وسرير وفرن بوتاجاز. حصلت على قرض من الجهاز للتنمية للمشروعات وبدأت به المشروع وتوسعت للمصنع وشغال دلوقتي في كل الأماكن وأوزع الشغل. فرق بقى مع الجهاز عندي أنا أنه أنا قبل كنت شغال على يعني مش متوسع قوي، بعد ما أنا حصلت على القرض وسعت شغلي وبقيت أوسع في كذا مجال. وسعت بعد كده كنت صنع فرن، بس بقيت أصنع فرن وطربيزة وسرير وكرسي. واسم المصنع مصنع التمساح لتشكيل المعادن. أنصح الشباب اللي يروحوا للجهاز للتنمية للمشروعات لأنه هم متعاونين في أوراقهم، جاهزين لشغلهم، متابعين شغلهم برضو يعني فعليا، مش مثلا أوراقهم، لا متابعين لشغلهم فعليا ومعاك وبكل سهولة، وطول ما أنت ناوي تبدأ هم معاك وربنا معاك يعني.